السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو سأتشارك معكم وصفة رائعة جدا، نتائجها مذهلة في تخليصنا من مشاكل الصلع وأيضا من مشاكل سقوط الشعر. فهي تعمل على تحفيز نمو الشعر، تزيد من وتيرة نموه، وأيضا تملأ الفراغات. إذا لعملها سنحتاج مكونات طبيعية ستعمل على تغذية الشعر من الجذور حتى ينمو يعني بشكل أسرع وبسرعة، وبالتالي نتخلص من المشكل الذي يعاني منها الكثيرين خصوصا الرجال وحتى النساء، وهو هذه الفراغات التي تعطي للجبهة مظهر عريض لسبب، وهو تراجع الشعر في هذه المناطق بحيث يظهر الشعر غير قوي، يكون رقيق جدا مثل الوبر. هذه الوصفة ستعمل على تحفيز نمو الشعر وبالتالي تقوي حتى يعني الشعيرات الضعيفة وتعطيها القوة، وأيضا تجعلها تنمو بشكل أسرع وأكثف. إذا لعمل وصفتنا هذه سنحتاج لحبوب الكزبرة. المكون الثاني هي أكباش القرنفل أو المسمار، وسنحتاج في وصفتنا هذه للزعتر. إذا هذه هي المكونات لنبدأ في عمل وصفتنا هذه. إذا سنحتاج لكسرولة، سأضع فيها مقدار ملعقة كبيرة غير مملوءة من الزعتر، سأضيف أيضا أكباش من القرنفل، 3 أكباش تكفي، وسأضع حبوب الكزبرة هي الأخرى. يفضل أن تقوموا بطحنها، من الأفضل حتى تستفيدوا من مزاياها. إذا سأقوم بطحنها أولا، وها هي بعد أن قمت بطحنها سأخذ منها مقدار ملعقة كبيرة وأضعها مع المكونات الأخرى، ثم سأضيف الماء للكل، ثم نضع المكونات لتغلي على النار. إذا بعد أن غلى جيدا قمت برفعه من على النار، سأتركه الآن ليبرد. إذا بعد أن تبرد قوموا بتصفيتها للحصول على المحلول فقط. طبعا بعد أن يصير المحلول دافئ ويبرد طبعا، قوموا بوضعه في بخاخ لتسهيل وضعه على الشعر وعلى الأماكن الفارغة. إذا الرشاش سيعمل على تسهيل عملية وضعه. إذا قوموا برشه على الجذور وعلى الأماكن الفارغة، يعني كل الشعر، هو رائع جدا، سيساعدنا كثيرا في تعبئة الفراغات وفي التخلص من هذه الفراغات الإمامية وهذه البقع وحتى بقع الصلع. طبعا لا يكون الصلع بالكامل، ضروري أن تكون هناك بعض الشعيرات مثل الوبر، هذا المحلول سيعمل على تقويتها كما ذكرت، وذلك بفضل قدرة حبوب القزبرة أو الكزبرة على إنبات الشعر، كما أنها تحد من تساقط الشعر وتزيد من نمو الشعر بشكل فعال جدا. أما الزعتر فهو رائع جدا وفوائده عديدة على الشعر، فهو يعمل على تحفيز وتنشيط البصيلات مما قد يساعد على إعادة إنبات الشعر، يعالج القشر ويخفف الأعراض المصاحبة لها، يعمل على تحسين رائحة فروة الرأس ويحد من الرائحة الكريهة، كما أنه يقوي الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد على تغذية البصيلات وتكثيف الشعر، كما أنه يتميز بخصائص طبيعية معقمة ومضادة للفطريات. أضف إلى ذلك احتواء الزعتر على عناصر غذائية مفيدة لفروة الرأس ولبصيلات الشعر مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم. أما أكباش القرنفل فهي تعمل على زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر هي الأخرى وتصلح الشعر التالف، كما أنها تساعد على تجديد الشعر ونموه وبالتالي حماية الرأس من الصلع ومن تساقط الشعر، كما أن القرنفل يمنح الشعر اللمعان والملمس الناعم.
ويعمل أيضا على تكثيفه وتقوية جذوره وبصيلاته أيضا. أضف إلى ذلك أنه ينشط الدورة الدموية بصفة مستمرة ويضفي رائحة جميلة على الشعر. كل هذا والقرنفل يكافح من إصابتنا وإصابة فروة الرأس بالقشرة المزمنة. هي رائعة جدا هذه الوصفة، يعني خصائصها متعددة وستريحنا من العديد من المشاكل وستسرع من وتيرة نمو الشعر بطريقة رائعة جدا جدا. بالنسبة للطريقة، كما ذكرت، قوموا بتعبئة هذا المحلول في بخاخ حتى يسهل استعماله، وقوموا برش الوصفة يوميا على الشعر. هذه الوصفة يمكنكم لتركها على الشعر دون غسلها، هي رائعة جدا. كما ذكرت، هي تحد من الرائحة الكريهة وتمنح للشعر رائحة زكية جدا جدا، بالإضافة لخصائصها التي سبق وذكرتها. إذا قوموا برشها على كامل الشعر وركزوا على المناطق المصابة والتي بها فراغات، اتركوها على الشعر يعني دون غسلها. يمكنكم عملها مرة واحدة أو مرتين في اليوم، لكم الاختيار، قد تكون صباحا وأخرى مساء قبل النوم، لكن مرة واحدة ستكون قبل النوم، ذلك سيساعدكم كثيرا في الحصول على نتيجة رائعة جدا جدا. هذه الوصفة كما ذكرت تصلح أيضا للرجال، لمن يعانون من شعر خفيف ومن بداية ظهور السلف، فهي أيضا تحد من الدهون المتراكمة في بصيلات الشعر، وأيضا تعمل على تعديل هذه الإفرازات مما يبقي الشعر ثابت في يعني مسامه. كما تعرفون، الشعر الدهني يتساقط بكثرة كبيرة جدا جدا لأن تلك المسامات تصبح متسعة بفعل الزهر. هذه الوصفة تحد من هذه الإفرازات الدهنية وبالتالي ستبقي الشعر كثيف وبقوة. كما ذكرت، لا تقوموا بغسلها، قوموا برشها يوميا، حتى يمكنكم إن شئتم غسلها ومعاودتها في اليوم الآخر. كما تعرفون، النساء لا يغسلن شعرهن يعني بشكل يومي، بالنسبة للرجال لهم الاختيار. هي وصفة بدون غسل تعطي نتيجة، يمكنكم رشها طيلة الأسبوع وفي آخر الأسبوع تقومون بغسل شعركم يعني بالطريقة المعتادة، هي رائعة جدا. ستلاحظون الفرق من الأسبوع الأول، تعطي نتائج مذهلة جدا جدا. وطبعا للحصول على شعر جميل بدون فراغات وبدون مشاكل، عليكم الاهتمام بالجانب الغذائي، واحصلوا على غداء متوازن وبكميات مهمة من الخضروات والفواكه التي تمدنا بمضادات الأكسدة وبالفيتامينات اللازمة حتى نحصل على شعر جميل جدا. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة. لا تنسوا لايك للفيديو لدعمنا وتشجيعنا، وشير لمشاركة الفيديو مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا. إن كان لديكم أي استفسار لا تترددوا في ترك تعليق أسفل الفيديو. أشكركم على تفاعلكم وعلى انضمامكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.